في الحقيقة مشاهدينا، تحركات وجهود مصرية لا تتوقف من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق، تحركات مستمرة على جميع المستويات بتقوم بها القيادة المصرية، كل ده من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية اللي تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث. تحركات بتعكس الدور المصري التاريخي لمساندة الشعب الفلسطيني وأولوية القضية الفلسطينية في الدبلوماسية المصرية. تفاصيل كتير جدا عن الأزمة في فلسطين والدور المصري المستمر منذ اندلاع العدوان من أكثر من شهر هتكون حديث هذه الفقرة في استوديو هذا الصباح. وضفنا الدكتور العزيز طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية. دكتور طارق، أهلا بحضرتك، صباح الخير. أهلا، صباح الخير، تحيات لحضراتكم. صباح الخير وكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا دكتور، واسمح لي نبدأ الفقرة بداية بتقييم حضرتك للجهود والاتصالات التي تجريها مصر منذ اللحظة الأولى مع كل دول العالم لوضع وقف للوضع الراهن في غزة، ومن ثم أيضا حل القضية. جميل، يعني تحركات الدولة المصرية يعني تحركات دبلوماسية مضنية على جميع المستويات كما تفضلتم في المقدمة، وعلى كافة المحاور وعلى كافة الصعد، وأدوار عديدة، سواء كان الدور الإغاثي، سواء كان الدور فيما يتعلق بتخفيف التصعيد، أو سواء كان الدور فيما يتعلق بتحقيق التسوية، يعني أدوار عديدة وعلى مختلف المستويات، من فخامة رئيس الدولة إلى وزارة الخارجية إلى الأجهزة الأمنية المعنية، يعني الكل بيتحرك. وطبعا بنشوف احنا بقى حياة كريمة، وهذه القوافل والشعب المصري كله وعطائه وإصراره على تقديم مثل هذا العطاء للأشقاء الفلسطينيين. طبعا الدور المصري لا ينكره إلا كل جاحد. السياسة المصرية الخارجية سياسة ناصعة مشرفة ثابتة لا تبديل فيها ولا تغيير، تبتغي الخير دائما للإخوة الفلسطينيين، تسعى من ورائهم وتعمل على مصالحتهم. عندما كانت هناك يعني تلك الفرقة والانقسام ما بين حماس وفتح، كانت مصر في جولات عديدة. عندما كانت هناك يعني اعتداءات إسرائيلية دي الخامس حرب، كانت أيضا مصر. عندما يكون هناك ذلك القتل فالدور المصري عن طريق الإغاثة وتلك القوافل، يعني الأدوار المصرية عديدة ولا تكل ولا تمل على كافة المستويات وفي كل الاتجاهات. من الأدوار دكتور طارق للنتائج، يعني تقييم حضرتك إيه لنتائج الاتصالات والنشاطات؟ خلينا نبتدي مثلا في ضوء قمة القاهرة وما تبعها بعد كده من لقاءات على مختلف المستويات، سواء الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي أو الدبلوماسية اللي كانت موجودة في أغلب المحافل ومع القيادات الدولية. جميل، كما تفضلت قمة القاهرة للسلام التي كانت تبتغي التوقف والتصدي الفوري لهذه الكارثة، أيضا تحركات وزير الخارجية عندما سافر إلى عمان والتقى بوزراء الخارجية العرب، عندما سافر إلى باريس والتقى بإيمانويل ماكرون، عندما أيضا الرئيس السيسي وحضور القمة الاستثنائية العربية الإسلامية، وهي قمة استثنائية على مستوى ذلك الحدث الاستثنائي، ويعني دمج هذه القمتين في قمة واحدة بتبين للعالم كله مدى أهمية وفداحة هذا الحدث الجلل. أتصور التحركات المصرية يعني متعددة والأدوار كما أكدنا والاتصالات مكثفة، ولكن مصر دائما هي الدولة متبوعة وليست تابعة. مصر عندما حذرت من الإرهاب فكانت دولة متبوعة والكل تبعها في هذا المضمار. مصر أيضا حذرت على لسان الرئيس السيسي عدم الخلط الأوراق ما بين الإرهاب والمقاومة، أيضا فيما يتعلق بأنه خطورة إطالة أمد الصراع حتى لا تتدحرج الأمور إلى حرب إقليمية. كل ما تقوله مصر هي عبارة عن نور، عبارة عن إشعاع دبلوماسي وحضاري، والكل بيستقي منه وبيردده بعد أن تقوله الدولة المصرية. يعني شاهدنا نائب الأمين العام لحزب الله ويردد ما قاله الرئيس السيسي من تخوفه من تطور الأمر إلى حرب إقليمية، يعني كل ما تسطره مصر وتقوله يردده الآخرون. مصر دائما مبكرة وسابقة لكل الأغيار، وترى ما لم يره الآخرون. ميراث سياسي ودبلوماسي عتيد وعريق، دور محوري، ركيزة الاستقرار، هي رائدة في الحرب، رائدة في السلام، رائدة في التفاوض، رائدة في الانصياع لأحكام القانون الدولي، رائدة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، موجود موقعها الجيوسياسي وهي يعني تمس قارات العالم. إذا ما أردت أن أي دولة
أي دولة أو أي دولة كبيرة لها أطماع ولها أطماح اقتصادية تريد أن تلج إلى القارة الأفريقية عن طريق الدولة المصرية، على الأوروبيين عن طريق الدولة المصرية. مصر هي المتحكمة سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا، فهي متبوعة لا تابعة. نعم. طيب دكتور، حضرتك قلت أن الجهود المصرية بيّنت فداحة الوضع. لأي مدى بتشوف أنه إبراز الجرائم اللي بترتكب في حق الشعب الفلسطيني وإظهارها للعالم الدور المصري ساهم ونجح في ده، ولأي مدى ده بقى حقق تأثير في رؤية العالم للوضع الحقيقي على الأرض؟ بالفعل بالنسبة للأدوار السياسية وهذه الجهود المضنية وضحت مصر الصورة للكافة، بالنسبة أيضا للرسالة والمضامين الإعلامية والجهد الإعلامي وضح ونقل الصورة للكافة، كل والأدوار الشعبية، كل الأدوار وكل المستويات وكل في موقعه قام بما ينبغي أن يقوم به، ولكن المجتمع الغربي مجتمع يعني يتجشأ الكذب والتدليس والمراوغة، يعني أكبر قوة في العالم الولايات المتحدة يعني يدعون حل الدولتين، حل الدولتين، ما هي الممارسات؟ يعني عندما تأتي بتلك البارجات والحاملات الطائرات هل هذا في سبيل حل الدولتين؟ أيضا فيما يتعلق بأنه يعني ضد التهجير، طب شكرا جزيلا أنت ضد التهجير، ولكن ما تقوم به إسرائيل وهذه الممارسات هو تهجير من شمال غزة إلى جنوب غزة. يعني أتصور أن الغرب يراوغ ويعطي شعارات وكلام لا معنى له، هم يبيعون للعرب الكلام لا ويبيعون السلاح للإسرائيليين. أتصور أنه انكشف يعني احنا في لحظة انكشاف تاريخية، المجتمع الغربي تحديدا الولايات المتحدة ومن ورائها التابع الأوروبي، يعني هذه هم إسرائيل، عندما تجد تصريحات الإسرائيليين لا تستطيع أن تفرق ما بين تصريحات الإسرائيليين وتصريحات الأمريكيين أو الأوروبيين، هم شيء واحد، ولكن مصر بتتصدى لذلك. والنتيجة حضرتك بتسألي عن النتيجة، كانت القمة العربية الإسلامية لأول مرة رغم التباينات والاختلافات ما بين الدول العربية والدول العربية بين بعضها البعض والدول الإسلامية، حدث لأول مرة ذلك التوحد في ذلك القرار، وأنه لابد من دعم ومساندة الدور المصري في كل خطواته، فكان في البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية هو مساندة ومؤازرة الأدوار المصرية وكل الخطوات المصرية التي تقوم بها، سواء كان في كسر الحصار وإمداد أهالينا في غزة بالقوافل والاحتياجات الإغاثية والإنسانية بما يتلائم مع مشاكلهم واحتياجاتهم، أو فيما يتعلق بالدور السياسي وتخفيف التصعيد وتحقيق التسوية السياسية. دكتور طارق، يعني استكمالا للدور المصري الفعال في القضية الفلسطينية وتحديدا في الأحداث الأخيرة اللي بيشهدها قطاع غزة، إزاي قدرت الدولة المصرية إن هي تبرز جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم بشكل كبير، ولحظة بلحظة نحن نتابع سواء إعلاميا أو سياسيا أيضا؟ يعني هذه الجرائم الإسرائيلية وهذه المجازر حذر منها فخامة الرئيس السيسي عندما أكد أن يعني جماعات المقاومة لا تستطيع أن تقوم بتفكيكها، هذا يأخذ سنوات وسنوات وفيه صعوبة جمة تصل إلى درجة الاستحالة. إذن أكد لهم الرئيس السيسي بخبرته أن هذا الهدف مستحيل، وأن ذلك الهدف ليس في الإمكان، هدف السياسي أو العسكري، لن تستطيع أن تفكك جماعات المقاومة. والأحداث تثبت وما نشاهده أنهم لم ينالوا من جماعات المقاومة كل ما استطاعوا القيام به، كل انتصاراتهم العسكرية الجبارة هو قتلهم المزيد من المدنيين، قتلهم الأطفال وقتلهم العزل. هل هذه انتصارات؟ هل هذه إنجازات؟ إبادة جماعية حقيقية، إبادة جماعية ضد القوانين التشريعات الأرضية والقوانين والشرائع السماوية والقانون الدولي العام ومواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وكل المعاهدات والاتفاقات، يعني الكل ضد هذه الجرائم، هي جرائم. حتى أن الشخصيات، كل الشخصيات والقيادات في التنظيم الدولي يعني أدانت مثل هكذا ممارسات، وقامت إسرائيل بسبهم والنيل منهم، وقالت على قرار الجمعية العمومية إنه قرار حقير أو مشين، يعني تطاول وكأنها فوق القانون الدولي العام ولا تعبأ بالقانون الدولي العام. والولايات المتحدة يعني لا تساندها ولا ترعاها، هي إسرائيل، ما تقوله إسرائيل
تقوله الولايات المتحدة. إسرائيل تقول لا وقف لإطلاق النار، أمريكا تقول لا وقف لإطلاق النار. إسرائيل تقول إن ذلك سيصب في صالح حماس، أمريكا تقول إن هذا سيصب في صالح حماس. يعني هم شيء واحد، نفس الوجه ونفس التوجه. فأتصور أن الدور المصري يعني على كافة المستويات وفي مراحل عديدة يعني أبرز كل هذه الأمور وحذر من أن لا نعالج العرض وإنما نعالج المرض. ما حدث في 7 أكتوبر هذا يعني ليس أصل الحكاية، ليس كان لم يكن شيئا في الفراغ، وإنما كان من خلال سياق الاحتلال. إذن مشكلة مرض الاحتلال، مرض الاستيطان، مرض الاستيلاء على الأرض العربية، هذه هي المشكلة الحقيقية. طيب دكتور، حضرتك تطرقت لي المشكلة الحقيقية وأصل المشكلة، ويمكن ده كان جزء من بعض التصورات اللي كانت بتقول إنه في حلول للأزمة، وكانت بتفصل ما حدث في 7 أكتوبر بيفصل عن القضية بأكملها. وفي كلام حضرتك قلت إن ما يقال من الولايات المتحدة وإسرائيل عن حلول هو مراوغات. في مقابل المراوغات، الجهود الدبلوماسية المصرية الرافضة للتصفية، الرافضة للتهجير، وأهدافها ومطالبها محددة. أهمية الجهود الدبلوماسية دي في إنها تغير وجهة نظر العالم تجاه القضية، فبالتالي تضعنا على مسار للحل. جميل. يعني ظهرت الدبلوماسية وخاصة قمة الدبلوماسية الرئاسية بذلك التوجه وذلك التماسك والرؤية الاستراتيجية وأيضا القوة. نستطيع أن نسميها قوة الدبلوماسية أو دبلوماسية القوة أو دبلوماسية الرجال. أولا فيما يتعلق بأنه لا خروج للأجانب إلا بإدخال المساعدات، تصعيد بتصعيد، خطوة أمام خطوة، وكان لها آثارها. أيضا فيما يتعلق بأنه لن نسمح بالتهجير، وأنه يعني هم لا الفلسطيني لا يريد أن يقوم بالهجرة أو بأن يترك مكانه، وأيضا المصريين لن يسمحوا بذلك. وفي كل الأحوال كما أكد الرئيس السيسي لن يتم تصفية على حساب مصر، على حساب الأمن القومي المصري. أخيرا عندما جاءت هذه الشخصيات ويعني مندوب الولايات المتحدة هنا في الشرق الأوسط أثنى على ذلك وقال نعم نتفهم ذلك الأمر ونتفهم مبررات الأمن القومي المصري والخطوط الحمر المصرية ونتفهم ذلك ونستوعبه ونقدره. إذن مصر بمواقفها القوية العالم من ورائها يحترمها ويردد ويستوعب ويتلقى ما تعبر عنه وتصرح به في إنذاراتها بكل ترحاب. تصور دبلوماسية قوية والكل يعمل في موقعه، يعني الوزارات المعنية، القمة الرئاسة باعتبار الرئيس والقائد الأعلى للسياسات الخارجية، وكل يعمل في ذلك الاتجاه وهذه القضية. نعم. يعني دكتور طارق، أكيد للحديث بقية والجهود المصرية متواصلة ومكثفة، هنشهدها وتنورنا تاني ونحلل أكتر خطوات ونكون وصلنا لتهدئة ووقف تصعيد فعلي على الأرض في غزة بإذن الله بإرادة مصرية وقرار مصري يتبعه العالم أجمع. بشكرك دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، نورتنا في هذا الصباح. شكرا جزيلا. شكرا.